إذن بشأن قرار مجلس الأمن الدولي تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، معنا هاتفيا من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي اليمني سيد نبيل البكيري، مرحبا بك. إذن صوت مجلس الأمن الدولي على قرار يصنف الحوثي منظمة إرهابية ويدرج هذه الميليشيا تحت الحظر المفروض على توريد الأسلحة، يعني كيف ترى صدور هذا القرار من مجلس الأمن؟ لا شك أنه القرار في حد ذاته يعتبر خطوة مهمة في سبيل إعادة توصيف هذه الجماعة كجماعة إرهابية، لأن كل القرارات السابقة التي كانت يتم اتخاذها كانت قرارات تستهدف بعض الأفراد فقط، وإنما الآن هي تستهدف الجماعة بشكل كبير، وفي هذا توصيف دقيق ومقدمة ربما لتصنيف الجماعة بشكل عام كجماعة إرهابية في قابل الأيام. لكن تكمن إيجابية القرار أنه بداية لتصنيف أو لتوصيف الأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الجماعة كأعمال إرهابية، وهي مقدمة لاعتبار بعد ذلك هذه الجماعة جماعة إرهابية. يعني إذا كان هذا القرار قد تأخر ربما من وجهة نظر بعضهم، ما الأسباب التي جعلت برأيك هذا القرار المهم يتأخر في الصدور على الرغم مما تمثله تلك الميليشيا يعني من زعزعة للأمن الدولي أصلا؟ هو لا شك أنه كان هناك تضارب في الأجندات لبعض القوى الدولية التي تستفيد من وجود هذه الميليشيات، وحاولت أن تدافع عن هذه الميليشيات طويلا في المحافل الدولية، لكن اليوم أنا باعتقادي أنه بعد استفحال خطر هذه الجماعة وتحولها إلى عامل إقلاق للقوى الدولية وللمصالح الدولية عموما، تحول يعني تضاءل أمام هذه الجهود مسألة التغطية عن خطورة هذه الجماعة، مما اضطر المجتمع الدولي للتعامل مع الأمر الواقع باعتبارها جماعة إرهابية. ما الذي سيغيره هذا القرار على الأرض؟ يعني ما أثر ذلك القرار على في موازين القوى في اليمن أو في الساحة التي يعني تعاني من هذه الميليشيا؟ القرار هو يستهدف بدرجة رئيسية الحركة المالية والتجارية لهذه الجماعة، وهذا في حد ذاته مقدمة مهمة للحصار المالي الذي سيضرب على كل من له علاقة بالجماعة، وهي مقدمة مهمة أيضا لأي قرارات قادمة فيما يتعلق بوجود يعني تمهيد واضح لمسألة استدراج هذه الجماعة وضمها كجماعة إرهابية، كما كان قد تم اتخاذها آخر أيام الحكومة الجمهورية الأمريكية السابقة. وبالتالي أنا باعتقادي أنه نحن متفائلين في أنه سيصبح في قادم الأيام إمكانية توصيف هذه الجماعة بها أو ضمها إلى كل القوائم الجماعات الإرهابية سيكون ممكنا جدا. في سؤال أخير سيد نبيل، إذا كان القرار سيؤثر في ميليشيا الحوثي، ما مدى تأثيره أيضا على إيران هذه الدولة الراعية الرسمية لتلك الميليشيا وغيرها من الأذرع في المنطقة لما تمثله طبعا لها من ذراع مهمة في منطقة حساسة تستخدمها للضغط على المجتمع الدولي؟ هو لا شك أنه إيران تؤثر وتتأثر بمثل هذه الإجراءات القانونية باعتبار إيران وباعتبار جماعة الحوثي هي جزء من منظومة الميليشيات المدعومة إيرانيا، وبالتالي أنا باعتقادي أي ضرر يلحق أحد هذه الأطراف هو بالضرورة يلحق إيران باعتبارها الدولة الراعية لها، وهذا يعمل على تضييق مساحة المناورة ومساحة المنافع المتبادلة بين إيران وبين هذه الميليشيات باعتبارها تمثل خطرا على المنظومة الدولية. نعم سيد نبيل البكيري، إذن الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.